الزميل العزيز جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي ومن قلب البعثة بالجزائر. أستاذ جمال مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن عبدي. ازيك يا كابتن جمال؟ إيه عندك برد ولا إيه؟ لا يا كابتن عبدي، تحت أمر حضرتك، الأمور على ما يرام الحمد لله يعني. الأمور على ما يرام. قول لي إيه الجو عندك؟ والله الأمور الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا من لحظة الوصول امبارح. النهارده كان في المران الاخير، الحقيقه عايز اتكلم عن الاستقبال الاول عشان بس يعني في بعض الاخبار كده تناثرت ما كانتش لطيفه وظريفه، وقال لك ان النادي الاهلي طلب حمايه امنيه ومش حمايه امنيه. الكلام ده غير صحيح بالمره، النادي الاهلي لم يطلب اي حمايه امنيه، الناس كان في استقبال اكثر من ممتاز في مطار الجزائر، وكان في سهوله في الاجراءات وفي التنقلات، وكان وفاق السلفي كنادي محترم كان متعاون معانا لاقصى درجه ممكنه، وحتى لما الكابتن محمد يوسف طلب وفقا للائحه الاتحاد الافريقي ان النادي الاهلي يتمرن مرتين على ملعب المباراه، الناس ما كانش عندها مانع ورحبت ونتيجه اللائحه ما فيش مشكله خالص. الامور ماشيه بشكل كويس، احنا بنلعب هنا في مدينه السيف، طبعا بتبعد حوالي البشريه، يمكن السلبيه الوحيده اللي هي كانت المسافه بعيده بين الجزائر العاصمه ومدينه السيف، لكن ما كانش قدامنا خيار اخر، كان الطيران الداخلي برضه كان غير منضبط في المواعيد. فالكابتن محمد يوسف القانون عباس والاستاذ اللي عندي فاروق اختاروا الافضل بالنسبه للعيبه ان يبقى في اتوبيس يخل البعثه مباشره. تقريبا خدنا حوالي 3 ساعات ونص امبارح من الجزائر العاصمه لحد مدينه السيف. حجم الاهتمام الجماهير السيف بالمباراه واضح بالنسبه لكم يا جمال؟ الاهتمام الحقيقه كبير جدا، يعني عشان يبقى فيها امانه وفيها منطقيه فيها اهتمام كبير جدا، وفي اهتمام يعني طبيعي بالمباراه، يعني حتى في تمرين النادي الاهلي النهارده في المؤتمر الصحفي بدري الكارتيرون النهارده الساعه 11 الصبح، وفي الاستقبال كان في المطار والجمهور برضه في الشارع. هم طبعا بيتكلموا ان عندهم حق، عندهم طموح مشروع ان هم يكملوا المشوار ويقدروا يعوضوا فريق 2-0 في مباراه الذهاب، بيتكلموا ان عندهم ملعبهم ووسط جمهورهم، انما لحد دلوقتي برضه الامور ماشيه في السياق الطبيعي وفي سياق المنافسه الشريفه، ومفيش اي قلق من اي حاجه خالص، وكل طلبات النادي الاهلي مجابه وفي تعاون على كل المستويات يعني. استاذ جمال، الاخبار الجاليه المصريه او جماهير الاهلي في حاسين بيهم ولا مفيش يعني مفيش تواجد كبير ولا؟ والله يا كابتن عدلي يعني احنا كنا نعمل يبقى في جمهور مصري كتير هنا، بس مدينه السيف تحديدا مفيش جمهور مصري، يعني اعداد معدوده على اصابع الايد، يعني ما شفناش اكثر من 10 15 فرد تقريبا اللي كانوا مهتمين او متواجدين عشان المدينه بعيده قوي، لكن في العاصمه الجزائريه يعني اعتقد ان في ناس كثيره بكره زي ما استقبلونا في المطار، كان عدد كبير من التقريب من المصريين في المطار وقالوا لنا ان هم هيجوا المباراه يعني. متوقع يزحفوا العدد قليل ساعات كتير يعني. يعني هيحصل زحف بكره باذن الله الى الملعب قادما من العاصمه. باذن الله، وهم طبعا هم يعني نعمل ان يبقى في عدد كبير من جمهور مصري يؤجر النادي الاهلي. واداره السيف برضه هتعامل زي ما النادي الاهلي كان ليه مبادره اداريه جدا في مباراه الذهاب، وسمح لكل الاشقاء في الجزائر الدخول بموجب جواز السفر في ملعب المباراه. هم هيعملوا نفس النظام بكره، يمكن بس احنا اعدادنا هيبقى قليل شويه لان معرضهم كان اكثر، انما هم يعني هم اتخذوا نفس القرار الحقيقه بشكل ايجابي يعني. لسه بقول لابراهيم ان الجزائريين بيحبونا، بس بيحبوا كمان يتعاملوا باحترام شديد، وبيعاملوا اللي يعملهم كده باحترام اكبر. انت لامس دي؟ لامس دي جدا يا كابتن عدلي، الحقيقه انت عارف يعني انت يعني قيمه كبيره وتاريخ كبير في النادي الاهلي، وشاهد على عصر اداره النادي الاهلي، اداره طول عمرها اداره محترفه بتتعامل باحترافيه شديده في كل المواقف. التعامل برضه كان من قبل جهاز الكوره، كابتن محمد يوسف برضه كان تعامل راقي جدا، وجود الكابتن سمير عدلي اللي يكون موجود قبل البعثه بيومين يرتب كل حاجه، اقامه وفندق واخد بال حضرتك والملعب المباراه والتمرين وكده، كانت الامور يعني متظبطه بشكل كبير جدا، واحنا قدرناهم في القاهره في مباراه الذهاب بشكل كويس، وهم الحقيقه بيتعاملوا بالمثل يعني. متوقع حد من السفاره يجي بكره يا جمال؟ طبعا السفاره احنا تواصل دائم، بس هي المسافه كبيره طبعا، بس السفاره منها ناس موجودين منها بكره، وهم على تواصل معنا هنا مع الدفتر باستمرار يعني. هل ظهر عايز اطمن حضرتك على حاله الفرقه بشكل عام بالتمرين النهارده، يعني كان تمرين
معرفش زميلنا كريم احمد ادى حضرتك خلفيه عن اللي حصل في التدريب النهارده ولا لا؟ الحقيقه ما تواصلناش معاه. التمرين كان جيد جدا على ملعب المباراه، كان الساعه 6 بتوقيت الجزائر هنا، شارك فيه 20 لاعب اللي موجودين. كان في كلام عن احمد فتحي وشكوى من الام الركبه والكلام ده كله، وكان كاتبه في الركبه بمعنى صح. الامور كلها تلاشت تمام وشارك بمنتهى القوه. صلاح مصطفى كان عنده بوادر برد وخد مضادات حيويه امبارح والنهارده، شارك بشكل كويس جدا. يعني ما هو الشيء الوحيد اللي احنا بنتمناه بس توفيق ربنا بكره ان شاء الله يحل فرقه النادي الاهلي ويقدموا ماتش كويس. كابتن برضه كان حديث النهارده بعد العشاء، يعني كان التمرين عمل بدري عشان الفرقه ترجع الفندق بدري شويه. عمل محاضره بالفيديو واتفرج على ماتش الذهاب، واتفرج على الماتشات، كان عامل ملخصات للماتشات اللي اتعامل بيها نادي وفاق السيف على ملعبه هنا مع الفرق اللي قابلها قبل كده في المشوار الافريقي. وكانت محاضره يعني ممتازه بالنسبه للعيبه. اعتقد ان الامور ماشيه في الاداره الايجابيه. هل ظهرت اي ملامح للتشكيل يا جمال؟ هو طبعا التشكيل الامور تبدو اكثر وضوحا يعني، بس مش طبعا اكيد مش هينفع نتكلم فيها طبعا، لان ده في النهايه هيبقى اجتهاد من جانبنا، انما هيبقى القرار عند المدير الفني. المحاضره بكره الساعه 5:30 هو اللي هيقولها فيه الكلمه الاولى والاخيره يعني. انما ال 20 لعيب النهارده اللي موجودين هنا في الجزائر جاهزين يعني. عايز اقول لحضرتك برضه يعني الكابتن الخطيب على تواصل مستمر مع الدكتور مع الاستاذ العمري كارو هنا واخد بال حضرتك، بيطمئن قوي البدوي، هو حاسس قد ايه ان البطوله مهمه لاعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بطوله افريقيه غايبه عننا بقى لها 5 سنين والحقيقه لا ده للعيبه، كان من اول لحظه لما التقى بيهم على الغداء في اليوم قبل السفر بيتكلم معاهم باهميه، كانت القعده دي كانت قعده مهمه جدا واللعيبه اتكلمت فيها كتير على متن الطياره واخد بال حضرتك، وكان نقل رغبه الكابتن الخطيب وامنيات وامنيات مجلس الاداره ولجنه الكوره وجمهور الاهلي ان دوري ابطال افريقيا يرجع ثاني لحضن النادي الاهلي البطوله المفضله. ده حديث والحقيقه لمس فيه مسؤوليه في لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي طول عمرها لعيبه عندها مسؤوليه، وانا حاسس ان في مسؤوليه كبيره واخد بال حضرتك، وان شاء الله هتشوف ده في الملعب بكره باذن الله. هل حاسين باي فوارق على نجيله الملعب الترتان؟ والله يعني الكابتنين كان متخوف قبل ما يروح الملعب، يعني الراجل المدير الفني وانت عارف هو راجل هادي بطبعه وراجل يعني ما بيحبش يبقى قراراته مش انفعاليه يعني. كان متخوف بعض الشيء، بس كان محتفظ بهذا التخوف لنفسه، انما لما راح للملعب واتكلم معانا بشكل شخصي وبشكل ودي، لا شاف نجيله الملعب نجيله كويسه وقال ان شاء الله احنا هنأدي عليها بشكل كويس جدا. حالة الطقس عندك؟ الملعب مش كبير، الملعب اصلا ما يسعش اكثر من 15,000 متفرج يعني، ملعب وسط المدينه يعني. حالة الطقس عندك بيقولوا ان ممكن يكون في امطار بكره؟ يعني في بوادر امطار يعني، هي دلوقتي بدات يعني عفوا ترجع كده بالليل خفيف، بس يعني كل المؤشرات بتقول ان هيبقى في مطر بكره. طبعا انت عارف الشتاء هنا بدا في الجزائر، بس كل المؤشرات بتقول ان هيبقى في مطر في الملعب بكره. ان شاء الله يكون مطر الخير باذن الله. ان شاء الله يكون مطر خير، وان شاء الله الاهلي يقدم عرض كويس ان شاء الله كده. المباراه النهائيه ونحقق اللقب باذن الله يعني. نقابلكم انتم كسبانين ونبارك لكم، وتحياتنا للبعثه 1-1. وقول للاستاذ عمرو بلاش تمشي وانت بردان قوي كده، تقي الحاجه يعني بدل ما تبقى ماشي ما حسسنا بالبرد واحنا في الاستوديو. ان شاء الله كابتن عدلي الاهلي يتاهل ويحصل على اللقب، وان شاء الله صالون القيعي اللي بدا مشواره 2005 في لبنان ان شاء الله يعود مجددا. بس باخدني معاك بقى باذن الله. الله كلها يا كابتن عدلي ان شاء الله يا ربنا يخليك. شكرا. الله صالون القيعي يكون في الامارات ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز جمال جبر مدير المركز الاعلامي في النادي.